السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله هنعمل انترودكشن في الاندوكرينولوجي. طبعا الاندوكرينولوجي من حاجات البطنه المهمه جدا. الجزء بتاع الاندوكرين طبعا بيتكلم على الجلانس، الاندوكرين الجلاند اللي في جسمنا، الوظيفه بتاعتها اللي بيزيد واللي بيقل. الحقيقه بس لازم نعرف حاجه كده في الاول، قبل ما تذاكر اي غده او اي مرض انت لازم تحط كده سكيم، طريقه هتمشي عليها. هتقول ديفينيشن للموضوع ده، هتقول ايتيولوجي اسباب لهذا الموضوع، هتقول كلينيكال بيكتشر، وهتقول انفستيجيشنز وتريتمنت. حته الديفينيشن انت بتقول ان في هايبر فانكشن او هايبو فانكشن لغده معينه. يعني مثلا لما اقول لك كلمه كوشنج سيندروم، ده هايبر فانكشن اوف سوبرارينال كورتكس زونا فاسيكيولاتا. فانت قلت اسم الايه؟ اسم الهرمون واسم الجلاند اللي طالع منها. لما اقول لك هايبر ثايرويديزم، هايبر فانكشن اوف ثايرويد جلاند، وهكذا. يبقى انت بتقول هايبر او هايبو فانكشن بتاع الحاجه. بس انت بتتكلم على هرمون معين، فلازم تكون واخد الهرمون ده كده على جنب. انا مثلا بتكلم على الالدوستيرون، لا انا بتكلم على الكورتيزول، لا انا بتكلم على الثايروكسين. اروح سائل نفسي شويه اسئله، الهرمون ده بيطلع منين؟ طيب الهرمون ده طالع من مكان، طب ايه الاكشن بتاعه؟ طب ايه الريجوليشن بتاعته؟ ثلاث حاجات لازم تكون عارفها. اي هرمون هتتكلم عليه لازم تقول لي السايت هو طالع منين، لازم تقول لي ايه الاكشنز اللي هو بيعملها. ها ثالث حاجه تعرفها تقول لي الريجوليشن، ايه الحاجات ها اللي ممكن تتحكم فيه. الله يبارك لكم كده، بس ركزوا معايا كاكزامبل. يعني انا بقول لحضراتكم دلوقتي ايه، في مرض اسمه اكروميجالي، انتوا ما تعرفوش حاجه في الاندوكراين. انا بقول لكم اكروميجالي ده معناها زياده الجروث هرمون بعد البيوبرتي. يبقى احنا نمسك حاجه اسمها ايه، جروث هرمون. مش انا قلت جروث هرمون؟ يبقى هنمسك جروث هرمون. بيطلع منين؟ من اسيدو، انا بقول اكزامبل بس، اسيدو فيليك سيل اوف انتير بيتيوتري، هو طالع من المكان ده. طيب الاكشن بتاعه ايه؟ هنقعد نقول بقى ده الاكشن بيشتغل على العظم، وبيشتغل على العضلات، وبيشتغل على الانترنال اورجانس، بيقعد يكبر العظم بتاع السكال، والعظم بتاع الهاند، والعظم بتاع الفيرتبري، بيكبر القلب، بيكبر الليفر، بيكبر، هو عمال يكبر يكبر يكبر. يعني هو اصلا انابوليك هرمون، بيشتغل على الميتابوليزم، على الكربوهيدرات، على الفات، على البروتين. تقعد تتكلم على الاكشن بتاعه. لازم اي هرمون يا اولاد بتقوله تبقى عارف هو بيعمل ايه هذا الهرمون، عشان لما يحصل هايبر فانكشن تعرف تتكلم، واكيد لما يحصل هايبو فانكشن برضو تعرف تتكلم. بعد كده تتكلم على ريجوليشن اوف ذس هرمون، ريجوليشن اوف ذس هرمون، يعني ايه الحاجات اللي بتحكم في هذا الهرمون؟ وانا عايز اقول لكم حاجه، دايما يا اولاد الهرمونات ماشيه بحاجه اسمها فيدباك ميكانيزم. انتوا عارفين البيتيوتري دي هي المايسترو بتاعتهم. فمثلا يعني بقول لك ايه، الكورتيزول زاد تلاقي الاي سي تي اتش بقى قليل، ها الكورتيزول قال تلاقي الاي سي تي اتش بقى عالي. اقول لكم الاكزامبل اللي كلكم خدتوه اصلا من وانتم صغيرين، يمكن من سنه رابعه احنا عارفين الكلمتين دول، ها الثايرويد لما الفري تي 3 وتي 4 يبداوا يزيدوا، يبدا التي اس اتش يقل، والعكس العكس، ها يعني مع بعض ماشيين بالعكس. ده اسمه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. دايما 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 يا اولاد الريجوليشن بتاعت الهرمونز عن طريق نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ما تهش مني. انا بعمل انترودكشن لكل الامراض بتاعت الاندوكراين. اي مرض في الاندوكرينولوجي عندنا انترودكشن مهمه بنقولها. بنقول ايه في الانترودكشن؟ ان انا عندي هايبر فانكشن او هايبو فانكشن للغده الفلانيه اللي بتطلع الهرمون الفلاني. اروح ماسك الهرمون الفلاني ده، اسال نفسي الهرمون ده بيطلع منين، طب بيعمل ايه، طب الريجوليشن بتاعته ازاي، عشان دوت محور الشغل بتاعي كله. ازاي؟ انا بعد ما قلت الديفينيشن باجي اقول ايتيولوجي. الايتيولوجي ده حاجه من الاثنين، يا اما الهرمون ده بيبقى زياده هايبر فانكشن، يا اما يبقى هايبو فانكشن. لو كان هايبر فانكشن هو شغال بزياده، قد تكون هايبر بليزيا او هايبرتروفي. ها او مثلا انت عارف هايبر بليزيا يعني ايه؟ يعني عدد الخلايا اللي بتطلع الحاجات دي زادت. هايبرتروفي الخلايا كبرت، ده اللي بيعمل لي ادينوما او تيومر. او في كلمه احب تكونوا عارفينها يا اولاد برضو، من ضمن الاسباب بتاعت اي حاجه، حاجه اسمها بارا مالجننت سندروم. انا بقول بشيء من التفصيل عشان اللي مش عارف يعني ايه بارا مالجننت سندروم، واسمها الثاني بارا نيوبلاستيك سندروم. واحد عنده تيومر في مكان ما، الخلايا بتاعت التيومر دي خلايا مش طبيعيه، ها خلايا ابنورمال، دي خلايا مش طبيعيه.
هذه الخلايا اللي مش طبيعية، الخلايا اللي مش طبيعية دي عمالة تطلع هرمونات، فتعمل حاجة اسمها بارا مالجنان سندروم. اكزامبل بسيط جدا، في حاجة اسمها برونكوجينيك كارسنوم. هذه البرونكوجينيك كارسنوم مثلا يعني لقوا انها بتطلع باراثرومون هرمون، البرونكوجينيك كارسنوما تطلع جروث فاكتور لايك هرمون، تطلع احيانا اي سي تي اتش اللي هو الادرينوكورتيكوتروفيك هرمونز اللي هو بيشغل السوبرين وطلع كورتيزول بعد كده. طب هو دي كارسينوما، ايه اللي خلاها تطلع هرمونات؟ قال لك دي كلمه اسمها بارا مالجنان سندروم. يعني لما اجي اقول لكم يا اولاد دكاتره ما اسباب مثلا يعني ما اسباب كونز ديزيز، صعب عليك كون، طيب ما اسباب الاكروميجالي؟ تقول لي اكروميجالي يا اما ادينوما في البيتيوتري هايبربليزيا، يا اما هايبرتروفي في البيتيوتري، او بارا مالجنان سندروم ووتش از رير. يبقى كده الاسباب. ما اسباب الكونز؟ الكونز ده هايبر فانكشن اوف زونا جلوميرولوزا، يا اما ادينوما هايبربليزيا او هايبرتروفي في السوبرا رينال زونا جلوميرولوزا، يا اما يكون عندي بارا مالجنان سندروم يعني طالع نتيجه تيومر في مكان ما زي البرونكوجينيك كارسنوما وهكذا. يا رب يكون الكلام واضح. يهمني جدا لو كان عندي هايبو فانكشن. هايبو فانكشن يعني حاجه دمرت الجلاند، قد يكون مثلا تروما في الجلاند، خد خبط على راسه وجبنا البيتيوتري، او مثلا تيومر وعمل انفلتريشن للجلاند. ودي هناخدها بشيء من التفصيل ان شاء الله مع البيتيوتري يا دكاتره. مرات الخلايا بتاعه البيتيوتري اللي هي الخلايا اللي مش شغاله النون فانكشنينج سيلز تبدا تكبر وتعمل ديستراكشن للخلايا الشغاله، فيقول لك تيومر نون فانكشنينج تيومر، هذا التيومر بياكل كل حاجه يبقى دمر الدنيا كلها. ممكن يكون السبب بتاعنا تروما، دايركت تروما او حتى سيرجيكال تروما، دخلت تشيل الثايرويد فبدل ما تشيل منها حته سبتوتال شلتها كلها، يبقى انت دخلته في هايبو ثايرويديزم. او مثلا يكون عندي تي بي او ساركويدوزس، دول بيسموهم انفلتراتيف ديزيزز، يعني امراض ممكن تنتشر للغده وتدمرها. يعني اقول لكم حاجه، مثلا مرض الاديسون اللي هو الهايبو فانكشن اوف سوبرا رينال جلاند ممكن يكون سببه مرض مناعي او ممكن يكون سببه اصلا تي بي. طب التي بي عمل ايه؟ التي بي عمل جرانيولوما وجات عملت انفلتريشن لهذا المكان. الساركيودوز يعمل نفس العمله، ساركيودوز نون كازيتنج جرانيولوما تروح تعمل ديستراكشن للغده دي. ممكن يكون السبب بتاعنا اوتو اميون، يعني اجسام مضاده راحت ضربت في الغده دي. يبقى الهايبر فانكشن هايبر بليزيا او هايبرتروفي او بارا مالجنان سندروم، الهايبو فانكشن تروما سواء دايركت تروما او سيرجيكال تروما، قد يكون تيومر وحصل له انفلتريشن، قد يكون جرانيلوميتاس ديزيز زي تي بي، قد يكون السبب اوتو اميون ديزيز. يبقى دول اسباب الهايبو فانكشن ككلام جنرال لكل حاجه. طيب الكلينيكال بيكشر اوعى تحفظها، الكلينيكال بيكشر بتجيبها من فانكشنز اوف هرمونز. يعني الهرمون ده، الهرمون ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كذا وكذا وكذا، من كذا وكذا وكذا طلع الكلينيكال بيكتشر. وبصوا يعني انا مش والله مش بخرج بره الموضوع، بس ركزوا كده يا اولاد. في هرمون اسمه الدوستيرون، وده يمكن اول واحد هنتكلم عليه. انا 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 بقول لكم بس اكزامبل. الالدوستيرون بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن واكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايون. هو عمل سولت اند ووتر ريتينشن يعني يزود الميه والملح، وقلل البوتاسيوم والهيدروجين ايون. لما زود الصوديوم وزود الميه وتحوشه في الجسم عمل لي هايبرتنشن، لما قلل البوتاسيوم عمل لي هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا ليها كلينيكال بيكشر كبيره جدا في الطب هنتكلم عليها. كمان قلل الهيدروجين ايون، لما قلله لما يقل الهيدروجين ايون يعمل حاجه اسمها الكالوزس، اصبح المريض اللي عنده زياده في الالدوستيرون، اي مريض عنده زياده فهذا الالدوستيرون، اي زياده في الالدوستيرون يا دكاتره بتعمل هايبرتنشن عشان سولت اند ووتر ريتنشن، وتعمل هايبوكاليميا، الهايبوكاليميا تعمل مثلا اريزميا في الهارت، تعمل ماسل ويكنس، لاك اوف كونسنتريشن. عنده كمان نقص في الهيدروجين ايون، نقص في الهيدروجين ايون بيعمل حاجه اسمها الكالوزس، الكالوزس ده بيعمل تيتان، يعني اشرحها كمان شويتين. انا القصد ايه؟ انا عرفت الاكشن بتاع الهرمون، لما عرفت الاكشن بتاع الهرمون طلعت منه الكلينيكال بيكتشر. اكزامبل تاني، اكزامبل تاني، دكاتره الجروث هرمون بيكبر البون وبيكبر الانترنال اورجانس وبيكبر العضلات، خلاص تاهت ولقيناها.
لما يجي واحد عنده اكروميجالي زياده في الجروث هورمون تلاقي السكال بدات تكبر، تلاقي الاطراف بتاعته ايده بدات تكبر وتعرض، رجليه كذلك، عنده كارديوميجالي، عنده هيباتوسبلينوميجالي، عنده ساعات البروستات تكبر، الثيرويد تكبر، كل حاجه عماله تكبر. ما هو هرمون عمال ايه؟ هو الاكشن بتاعه ان هو بيكبر، فهتعرف الاكشن بتاعه وعن طريق هذا الاكشن تبدا تطلع منه الايه؟ الكلينيكال بيكشر بتاعتك. يا رب يكون الكلام واضح، دي مهمه. يبقى اذا عن طريق ان انا ابقى عارف الفانكشن بتاعه الهرمون ايه، الاكشن بتاع الهرمون ايه، اقدر بمنتهى السهوله ان انا اطلع منه الكلينيكال بيكشر. يبقى السكيم بتاعنا بيقول ديفينيشن، انا عندي هايبر او هايبو فانكشن اوف هرمون، الهرمون اسمه كذا، عندي هايبر او هايبو فانكشن اوف الجلاند، الجلاند بتطلع هرمون، الهرمون اسمه كذا، هذا الهرمون بيطلع من المكان الفلاني، الاكشن بتاعه كذا، الريجوليشن بتاعته كذا. الايتيولوجي عندي هايبر فانكشن يا اما هايبر بليزي او هايبرتروفي او بارا مالجنان سندروم، يا اما هايبو فانكشن تروما سيرجيكال او ميكانيكال تروما او تيومر او تي بي عمل انفلتريشن وزيه ساركيدوز او اوتو اميون. بعد كده الكلينيكال بيكشر خدنا اكزامبل، هتشوف الهرمون هو ايه وبيعمل ايه وعن طريق ان انت تعكس الاكشن او تزود الاكشن. يا لو عندي هايبر فانكشن زود الاكشن، لو عندك هايبو فانكشن قلل الاكشن والف كلينيكال بيكشر، ودي اسهل طريقه. الانفستيجيشنز، الانفستيجيشنز الهدف منها ان انا اشوف هرمونال ليفل وهرمونال افكت وحاجه اسمها هرمونال اند برودكت وايمج، اربع كلمات. اي انفستيجيشن هتقول لي اربع كلمات، الهرمونال ليفل والهرمونال اند برودكت حاجه واحده هشرحها لك ازاي، والهرمونال افكت اثر على الحاجات التانيه ازاي، وعايز اعمل صوره ايمج، عايز اصور الغده اللي فيها المشكله، المشكله هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ناخد اكزامبل، لسه الاكزامبل اللي بقول لكم عليه ده، واحد عنده زياده في الالدوستيرون، خلاص تقول لي احسب الالدوستيرون، حسبت نسبه الالدوستيرون مثلا لقيتها عاليه، فانا كده حسبت حاجه اسمها هرمونال ليفل. طيب هرمونال اند برودكت، الالدوستيرون بيحصل له اكسكريشن تترا هيدرو الدوستيرون في اليورين، اجمع اليورين اشوف الاقي مش هو زياده في الدم، يبقى الاند برودكت بتاعته في اليورين كمان هتبقى زياده. طب الهرمونال افكت، هلاقي السيرم صوديوم عالي، هلاقي السيرم بوتاسيوم قليل، هلاقي الهيدروجين ايون بتاعه قليل، عندي الكالوزس، بي اتش بتاعته هتبقى عاليه، عنده الكالوزس، وهكذا. يبقى عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها هرمونال اند برودكت، يبقى انا عندي هرمونال ليفل بحسب الهرمون ذات نفسه، عندي هرمونال اند برودكت ايه الناتج بتاعه، نازل في اليورين، طب نازل في اليورين، طب اسمه ايه وهو نازل في اليورين، طيب هرمونال افكت، طب التاثير بتاعه على الجسم اثر في الصوديوم ايه، في البوتاسيوم ايه، في الدنيا ايه، على حسب. يعني مثلا لما اقول لكم حاجه يا اولاد، الجروس هرمون والكورتيزول بيعملوا هايبر جلايسيميا، فانت تقول لي خلاص هرمونال افكت اشوف البلاد جلوكوز ليفل، صح؟ طب لو واحد عنده نقص في الجروس هرمون او مثلا نقص في الكورتيزول، مرض اسمه اديسون، فتلاقي البلاد جلوكوز ليفل بتاعنا قليل، يبقى ده اسمه هرمونال افكت. ثم هرمونال ايمج، هرمونال ايمج عايز اصور او الجلاند ايمج، عايز اصور الغده اللي فيها مشكله. دلوقتي انتوا خدتوا كلكم ثيرويد زمان في الجراحه، انت دلوقتي الثيرويد بتفحصها وكلينيكال وكل حاجه، بس في الاخر تقول له روح اعمل لي ثيرويد الترا ساوند، ثيرويد سكان، يبقى انا بعمل ايمج، عايز اشوف البيتيوتري فيها مشكله، تعمل سي تي وتعمل ام ار اي، وكانوا زمان يعملوا اكس راي بقى، السوبرا رينال اعمل الترا ساوند ما تبينش حاجه، سي تي تبين، ام ار اي في الابدومن تجيب لك من الاخر. يبقى دي كلمه اسمها بعمل ايمج، ادور على الغده ذات نفسها اذا كانت كبيره فيها ادينوما او تيومر او حاجه. هقف وقفه، بس بصراحه الوقفه دي ايه للناس الفنان، عشان الوقفه دي هتريحنا كتير قوي. كلمه هرمون الليفل دي فيها مشكله شويه. ايه المشكله؟ ان الهرمونات بتاعتنا كتير منهم unstable products، يعني ممكن تعلى وممكن تنزل، ممكن تتأثر بعوامل كتير، ممكن حاجات كتير قوي يا ولاد تأثر فيها. يعني مثلا اقول لكم حاجة، هل انت مستوى الكورتيزول في الدم عندك ثابت؟ هل انت مستوى الجروث هرمون فيك زي طفل صغير؟ هل مستوى الثيروكسين في واحد صاحي زي واحد نايم؟ حاجات كتيرة جدا بتأثر في الهرمونات. فانا بقول لكم حاجة، كلمة هرمون الليفل دي بتتقاس مرتين، مرة ستاتيك ومرة دايناميك. مرة ستاتيك ان انا اقيس الهرمون وخلاص، الهرمون ده السيروكسين الفري تي 3 كذا والفري تي 4 كذا والتي اس اتش كذا، خلاص خلصت. ان الجروس هرمون سيرم جروس هرمون يساوي كذا، خلاص دوت اسمه ستاتيك، انا قسته وخلاص.
بس في حاجه اشيك من كده، ان انا اعمل له حاجه دايناميك. ازاي؟ لو شكيت ان الهرمون، انا هقولها جمله وبعدين اقعد افصص فيها براحتي يعني، بس شغل مخك كده. لو شكيت ان الهرمون بتاعك قليل، قيس النسبه بتاعته، ثم ادي حاجه تعمل له ستيميوليشن وقيسه تاني. لو علي يبقى نورمال، معليش يبقى هو فعلا قليل، عندك هايبو فانكشن. لو شكيت ان الهرمون بتاعك عالي، قيسه وبعدين ادي له حاجه تعمل له سبريشن. لو نزل يبقى نورمال، ما نزلش يبقى انا عندي هايبر فانكشن. طبعا ولا حد فاهم اي حاجه في اي حاجه، ولا اي حد فاهم حاجه. هي الجمله صعبه، لازم اكزامبل. في هرمون اسمه جروث هرمون. الجروث هرمون ده بيتاثر بمستوى السكر في الدم. جالي طفل صغير، وبعدين الواد مش راضي يطول، فاهله شاكين ان هو عنده، ان هو شورت ستيتشر يعني، يقول لك ده اخواته كلهم طوال، وهو الواد ده اللي وزع 12 13 سنه لسه وزع كده. احنا عايزين نشوف عشان يكون عنده مشكله في الغدد يا دكتور، يقصد يعني اندوكراينال جلاندز. تقول لهم خلاص احنا ممكن يكون عنده نقص في هرمون النمو والجروث هرمون، فانت تروح طالب حاجه اسمها جروث هرمون ليفل، فتلاقي الجروث هرمون ليفل بتاعه قليل. بس ده مش اكيد، ده مش اكيوريت. تروح عامل ايه؟ تروح مديله انسولين. الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، الهايبوجلايسيميا ستيميوليت الجروث هرمون. بعد ما اديته انسولين ودخل في هايبوجلايسيميا، تروح حاسب له الجروث هرمون. لو لقيت الجروث هرمون بتاعه بدا يعلى، يبقى ده نورمال. لو الجروث هرمون بتاعه ستيل قليل، يبقى هو عنده هايبو فانكشن. كمان مره، الجروث هرمون بيتاثر بالجلوكوز ليفل، يعني الهايبوجلايسيميا استيميليت الجروث هرمون، الهايبر جلايسيميا انهبت الجروث هرمون، الهايبوجلايسيميا استيميليت. طب هنعمل هايبوجلايسيميا ازاي؟ عن طريق الانسولين. لو شكيت ان الجروث هرمون قليل، جالك طفل قصير وانت شكيت ان الجروث هرمون بتاعه قليل، هتعمل السيرم جروث هرمون تلاقيه قليل. ده مش ان اكيوريت. ليه؟ لان الجروث هرمون اصلا يا ولاد بيزيد بالليل وهو نايم، الاطفال بتطول وهي نايمه، فاهمني ولا لا؟ طب انا قسته بالنهار، يبقى خلاص هو قليل. انا ما اعرفش، ما جايز قليل طبيعي هو قليل في الوقت ده. طب اعمل ايه؟ احفزه، هعمل له ستيميوليشن، ادي له حاجه تشعلله وتشغله. لو اشتغل وعلي على راسنا يبقى ده طبيعي، معلش يبقى دي المشكله. طب اعليه ازاي؟ الكلام ده جاي مع الاكروميجالي مثلا، مع الهايبو فانكشن والهايبر فانكشن اوف بيتيوتري. بس انا بقول لك اكزامبل. طب ما تيجي نعكس، جالك واحد وشه كبير وايديه كبيره وبتضخم وهدك وبتاع، وانت شكيت انه عنده مرض تضخم الاطراف، مرض اكروميجالي، وانت الشك هيموتك، تقول انا هحسب لك الجروث هرمون، فحسبته لقيته عالي، هل ده يكفي؟ لا. اعمل ايه؟ ادي له حاجه تعمله سبريشن، اروح معاه عندي في المعمل، اروح مدي له جلوكوز. المفروض الجلوكوز يعمل ايه للجروث هرمون؟ يقلله، يعمله سبريشن. اديته جلوكوز وبعدين قست الجروث هرمون بعد شويه، لقيته ستيل عالي، ستيل عالي، يبقى فعلا عنده هايبر فانكشن اوف ها جروث اوف بيتيوتري جلاند، وبتطلع جروث هرمون بكميات كبيره. يبقى اذا عشان تحسب كلمه هرمون الليفل، هناك طريقتان، طريقه اسمها ستاتيك وطريقه اسمها كاينيتيك. ستاتيك ان انا بروح اعمل السيرم كذا، المستوى بتاع كذا. ها طب لو انا شكيت ان الهرمون بتاعي ها عالي، ها هبدا احسبه، وبعدين ادي له حاجه تعمل له سبريشن واحسبه تاني. شكيت ان هو واطي احسبه، وبعدين ادي له حاجه تعمل له ستيميوليشن واحسبه تاني. يبقى لازم يتعمل مرتين، مره ستاتيك انا بحسبه وخلاص، ومره دايناميك. دايناميك افتر سبريشن اور ستيميوليشن اكوردنج تو هايبر فانكشن وهايبو فانكشن على الترتيب. يا رب تكون الحته دي وضحت. وعندنا بقى في الاندوكرينولوجي حاجات كتير جدا زي كده. يعني مثلا في الثايرويد في حاجه اسمها تي 3 سبريشن تيست، بحسب الثايروكسين، ها الاقيه عالي، اروح مديه تي 3 تي 3 تي 3 تي 3 المفروض ينزل. اديته ثايروكسين المفروض ينزل، ما نزلش، يبقى انا عندي هايبر فانكشن مثلا. يعني ها عندي في السوبرا رينال اللي هي ملكه الليله دي كلها، ده انا عندي حاجه اسمها سالاين سبريشن تيست، ها بعمله للناس اللي عندهم كونز. بعمل ديكسا ميسازون سبريشن تيست للناس اللي عندهم كوشنج، نفض لي. بعمل سناكتين تيست، اي سي تي اتش ستيميوليتور تيست، الناس اللي عندهم اديسون ديزيز. يعني طول ما انا شغال يا ولاد في موضوع الغدد ده، في موضوع الاندوكرينولوجي ده، ببدا اطلب حاجات دايناميك، ودي هنشرح كل واحده في مكانها. بس انا عايز اكون وضحت لكم النقطه دي وقلتها لكم، لابد ان انت تاخد بالك وانت شغال، انت بتعمل حاجات هرمونال ليفل سواء كانت ستاتيك او دايناميك. هرمونال افكت يعني هو اثر ازاي، هرمونال اند برودكت ايه اللي نازل، ها ثم بعد كده ايمج تدور عليه. العلاج في حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت. عنده صداع، اديله حاجه للصداع. حصل له الهرمون ده عمل له هايبر جلايسيميا، اديله حاجه تظبط الجلوكوز.
عنده هايبوجلايسيميا اديله جلوكوز، يعني على حسب. عنده هايبرتنشن اعالج الهايبرتنشن، يبقى دوت اسمه سيمتوماتيك تريتمنت. ثم يا اولاد لو كان الموضوع بتاعي هايبو فانكشن، لا غنى عن كلمه اسمها ريبليسمنت. يعني واحد جسمه مش عارف يطلع كورتيزول، هتعمل ايه يعني؟ لازم اديله كورتيزول من بره. واحد مش عارف يطلع ثايروكسين، مش اللي عندهم هايبوثايرويديزم، لازم اديهم التروكسين، اديهم ثايروكسين من بره. يبقى الفكره لابد ان الهرمون اللي فيه مشكله لابد ان انا اعوضه له من الخارج. فخد بالك من المعلومه دي، يبقى كل حاجه فيها مشكله لابد ان انا ابدا اعوضها. الهرمون اللي فيه ديفكت لابد ان انا اعوضه له من بره. طب لو عندي هرمون زياده، والله في حاجات ضد الهرمون، يعني مثلا الالدوستيرون زياده، عندي ادويه اسمها انتي الدوستيرون، انتي الدوستيرون مثلا، يعني عندي هرمون زياده وما فيش حاجه ضده، ادخل شيل اهبش الغده. كلكم عارفين الحته دي عشان انتوا خدتوها زمان في سنه رابعه. لو عندي هايبر ثايرويديزم يعني هايبر فانكشن اوف ثايرويد جلاند، خلاص انا بديله حاجه اسمها انتي ثايرويد كاربيمازول. العيان او بروبايل ثايروسيل مثلا، يعني العيان اتحسن واستجاب، اوكي ما استجابش اديله اشعاع، ما استجابش اعمل سيرجيكال، ادخل شيلها. واحد عنده بيتيوتري ادينوما وعامله اكروميجالي، لا غنى عن الهايبوفيزيكتومي، هايبوفيزز اللي هي البيتيوتري، ادخل شيلها، يبقى اسمها هايبوفيزيكتومي. يبقى لو انا عندي هايبو فانكشن ادي ريبليسمنت، لو عندي هايبر فانكشن تدي حاجه ضد الهرمون، او تدخل تشيل الغده اللي فيها مشكله. وطبعا ده حيل، يعني هي انت بتحاول كده وبتحاول كده وتشوف الطريقه المناسبه ايه وتعملها. بعض الحالات يا اولاد في الحتت الحساسه مثلا زي الثايرويد زي البيتيوتري بيستخدموا اشعاع، يعني ممكن اعالج بالاشعاع، ماده مشعه او عن طريق حاجه اسمها جاما نايف بيم كده، بتدخل هنا تدمر الخلايا اللي فيها مشكله لمل الدنيا. اي مرض هتاخده في الاندوكراينولوجي لابد يبقى عندي ايه؟ لابد ابقى عارف ديفينيشن، والديفينيشن بتقول لي هايبر فانكشن او هايبو فانكشن اوف الغده الفلانيه اللي بتطلع الهرمون الفلاني، وهذا الهرمون بيطلع من هنا والاكشن بتاعه كذا 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 والريجوليشن كذا. لو كان هايبر فانكشن ادينوما اللي هو هايبرتروفي او هايبربليزيا او يكون برا مالجنانت، هايبو فانكشن تيومر سيرجيكال او ميكانيكال، قد يكون بسبب مثلا ان انا عندي سوري تروما او تيومر او تي بي او اوتو اميون ديزيز. الكلينيكال بيكشر الفها منين؟ عن طريق الاكشن اوف هرمون اللي انت عارفه. بعد كده لما تحب تعمل انفستيجيشنز هرمون الليفل وهرمون الاند برودكت، السيرم كورتيزول كذا والكورتيزول في ال 24 ساعه يورين كذا، هرمون الافكت ده الكورتيزول بيأثر على الجلوكوز وبيأثر على الصوديوم وعلى البوتاسيوم، مستواهم في الدم وفي اليورين عاملين كذا. بعد كده اعمل ايمج، دور على الغده اللي فيها مشكله وابدا صورها لنا. بعد كده العلاج، عالج العيان سيمتوماتيك على ما تبدا تتصرف. لو في نقص في هرمون معين لابد ان انا هاديه له من بره، لو في زياده في هرمون هده بادويه او ادي اشعاع او عن طريق حتى انك تعمل سيرجيكال انترفيرنس. هكذا يكون الكلام في اي مرض بتاخده في الاندوكرينولوجي بتكون بالشكل ده. السوبرينال جلاند هي اول جلاند، وبصراحه هو صح ان احنا نبدا بيها. يعني السوبرينال جلاند بس افهموا حته كده اناتومي على حته فيسيولوجي، طبعا اسمها سوبرينال اللي هي فوق الكليه، اسمها الغده فوق الكلويه، او اسمها الغده الكظريه، الكظريه اللي هي بتطلع الهرمونات بتاعه الغضب وكده، يعني عشان الكاتيكولامينز تطلع منها. المهم هي بتتكون من كورتكس ومظله. الكورتكس بيتكون من ثلاث حاجات، مجموعه خلايا كده في الاول شكلها بيبقى عامل زي الجلوميرولاي بتاعه الكليه، فقالوا عليها زونه جلوميرولوزا. بعد كده في خلايا بعدها في الطبقه اللي بعدها عامله زي فاسيكلز نازله كده تحت بعضها، فقالوا عليها زونه فاسيكيولات. بعد كده في خلايا عامله زي شبكه، فقالوا عليها زونه ريتيكيولاريس. كل دول تبع حاجة اسمها سوبرارينال كورتكس. بعد كده في هنا حاجة اسمها مظلة. الفكرة كلها في حاجة، إن الكورتكس ده ثلاث طبقات، كل طبقة من دول بتطلع هرمون. الزونة الجلوميرولوزا دي بتطلع ألدوستيرون. الزونة فاسيكيولاتا بتطلع كورتيزول. الزونة ريتيكيولاريس بتطلع سيكس هرمونز، mainly androgen sex hormones. المظله بتطلع كاتيكولامينز. دي النقطه الاولى. يبقى انا عندي كورتكس وعندي مظله، اخلص، عندي كورتكس وعندي مظله. الكورتكس ثلاث طبقات، الطبقه اللي بره اسمها زونا جلوميرولوزا. ليه قالوا عليها جلوميرولوزا؟
لان الخلايا بتاعتها شكل الجلوميرولاي بتاعت الكليه، خدتوها 402 او 401. زونا فاسيكيولاتا عباره عن فاسيكلز، ها فسيلات كده جنب بعضها تحت بعضها، ها فاسمها زونا فاسيكيولاتا، دي بتطلع كورتيزول. الطبقه اللي تحتهم عامله زي شبكه، خلايا شبكيه 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 شبكيه، فاسمها زونا ريتيكولاريز، بتطلع 6 هرمونز. ثم المظله بعد كده بتطلع الكاتيكولامينز. لما بيحصل عندي هايبر فانكشن، اسمعوا الجمله دي برضو حلوه من الجمل الحلوه قوي في الاندوكرينولوجي، بصوا هايبر فانكشن از سيلكتيف، هايبو فانكشن از ديستركتيف. خليها في بالك وهتفهمها. هايبر فانكشن از سيلكتيف يعني ايه؟ كل زونه من دول تنشط تعمل مرض. يعني مثلا لو حصل نشاط للزونه جلوميريولوزا فطلع الدوستيرون بكميات كبيره تعمل مرض اسمه كونز ديزيز. لو الكورتيزول هو اللي زاد زونا فاسيكيولاتا هايبر فانكشن فالكورتيزول زاد يعمل مرض اسمه كوشنج سندروم. لو الزونا ريتيكولاريس هي اللي نشطت وطلعت 6 هرمونز بكميات كبيره تعمل حاجه اسمها ادرينال جينيتال سندروم او حاجه اسمها كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. لو المظله اللي بتطلع الكاتيكولامين هي اللي نشطت المره دي تعمل مرض اسمه فيو كرومو سايتوما. يبقى انا عندي اربع امراض. هايبر فانكشن اوف زونا جلوميريولوزا بيطلع الدوستيرون يبقى اسمها كونز. هايبر فانكشن اوف زونا فاسيكولاتا بتطلع كورتيزول يبقى اسمها كوشنج. هايبر فانكشن اوف زونا ريتيكولاريس بتطلع 6 هرمونز يبقى اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. هايبر فانكشن اوف مظله، ها مظله سوبرين مظله بتطلع كاتيكولامين يبقى اسمها فيوكروموسايتوما. لاحظوا حاجه ان كل طبقه من الثلاثه والمظله كل واحده عملت مرض لوحدها، وكل مرض من دول هتاخده كدرس مستقل بذاته. او الحاجات اللي عليكم يعني هنقي طبعا الحاجات الكبيره اللي عليكم، ركزوا في اللي انا هقوله بقى. هايبو فانكشن از ديستراكتيف يعني ايه؟ يعني لو كل الهرمونات دي قلت ها بيحصل مرض اسمه اديسون ديزيز. يبقى الاديسون ده هو هايبو فانكشن اوف سوبرا رينال جلاند، يشمل نقص في الالدوستيرون ونقص في الكورتيزول ونقص في السكس هرمونز ونقص في الكاتيكولامين. يبقى ركزوا في الجمله الاولانيه اللي انا قلتها ايه؟ هايبر فانكشن از سيلكتيف وهايبو فانكشن از ديستراكتيف. والكلام ده مش خاص هنا بس، حتى في البيتيوتري اقول لك ايه، مثلا الجروس هرمون زاد يعمل اكروميجالي او يعمل حاجه اسمها مثلا لو هو لسه صغير من حاجه اسمها جايجانتيزم. زياده البرولاكتين هايبر برولاكتينيميا. زياده الاي سي تي اتش يعمل كوشنج ديزيز، هنعرف يعني ايه. زياده التي اس اتش يعمل ثايرويد ديزيز هايبر ثايرويديزم سكندري هايبر ثايرويديزم وهكذا. لما بيحصل هايبو فانكشن اوف بيتيوتري يبقى اسمها بان هايبوتيريزم سيمون ذا ديزيز، مرض على بعض. يبقى دايما الهايبر فانكشن، على فكره الكلام ده في كل الدنيا، الهايبر فانكشن بيبقى سيلكتيف والهايبو فانكشن بيبقى ديستركتيف. والكلام منطقي. انا لو حصل عندي هايبر بليزيا او هايبرتروفي اوف زونا جلوميريولوزا، حصل عندي هايبر فانكشن او هايبرتروفي اوف زونا فاسيكيولاتا، لو حصل عندي تيومر في المظله عمال يطلع كاتيكولامين يبقى ده حاجه سيلكتيف. لكن مثلا لو جت تروما، لو جه يا ولاد تيومر، حد دخل شال عمل عمليه اكيد هيشيل كل حاجه فيبقى اسمه اديسون ديزيز. الخلاصه الامراض الكبيره في المجموعه دي ها مرض كونز، مرض كوشنج، مرض اديسون. دول الامراض الكبيره اللي هنبدا نتكلم عليهم كل مرض على حده كدرس كده مستقل بذاته. البدايه ها كونز ديزيز، اسمه الثاني برايمري هايبر الدوستيرونيزم. هايبر زياده، الدوستيرون هرمون، اسم يعني مرض، ها يبقى هو ها برايمري هايبر الدوستيرونيزم او اسمه الثاني كونز ديزيز. يبقى دوت اسمه برايمري هايبر الدوستيرونيزم او اسمه الثاني ها كونز ديزيز. ده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون عباره عن هايبر فانكشن اوف زونا جلوميريولوزا اللي بتطلع هذا الالدوستيرون. عايزين نمشي ازاي ديفينيشن؟ هناخد منه الهرمون، نعرف بيطلع منين، الاكشن بتاعه ايه، ريجوليشن بتاعته ازاي. عايزين نعرف كمان حاجه ايه الكلينيكال بيكشر، ايه الايتيولوجي، ايه الكلينيكال بيكشر، ايه الانفستيجيشنز، ايه التريتمنت. ده اللي عايزين نعمله في الفقره دي. بصوا بقى ببساطه كده سيمبلي، يعني لما يكون عندي كونز ديزيز هو خلاص هايبر فانكشن، هو ملوش سبب، يعني برايمري ملوش سبب، اوف زونا جلوميرولوزا فعماله تطلع الدوستيرون.
تعال نمسك كده الالدوستيرون لوحده. الالدوستيرون ده هرمون طالع من الزونه جلوميريولوزا اوف سوبرا رينال كورتكس. انا بتضايق قوي لما اقول لطالب الالدوستيرون بيطلع منين، يقول لي من السوبرا رينال كورتكس. عايزين زونه جلوميريولوزا اوف سوبرا رينال كورتكس، زونه جلوميريولوزا اوف سوبرا رينال كورتكس. بتطلع هذا الالدوستيرون. هذا الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن ويز اكسكريشن اوف بوتاسيوم اند هيدروجين ايون. بيحوش ميه وملح ويعمل اكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايون، ده الاكشن بتاعه. طيب الريجوليشن بتاعته تبقى ازاي؟ يعني ايه اللي بيخلي هذا الالدوستيروم يزيد وايه اللي يخليه يقل؟ سيمبلي كده يا ولاد، لو احنا افتكرنا المنظر ده، لو دي الجلوميريولوزا اهي ودي الفاسيكيولاتا اهي ودي الريتيكولاريس كده، شايفين التلاتة دول؟ التلاتة دول جاي لهم هرمون من فوق من البيتيوتري اسمه ACTH. بص ركز كده مع الاسم، A أدرينو، C كورتيكو، أدرينو كورتيكو، ها تروفيك يكبر هرمون، أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون، ده جاي من الأنتير بيتيوتري، بيزوفيليك سيلز أوف أنتير بيتيوتري، ونازل للسوبرا رينال كورتكس عشان يعمل لها ستيميوليشن. يبقى اذا الثري هرمونز اللي هنا اندر كنترول اوف انتير بيتيوتري عن طريق هرمون اسمه اي سي تي اتش. بس الحقيقه يا اولاد لقوا حاجه رهيبه جدا، ان هذا الالدوستيرون اللي طالع من هنا بيشيل نفسه من الحوار ده، يقول الاي سي تي اتش انت مالكش دعوه بيا، انت روح اشتغل براحتك على الكورتيزول، روح اشتغل براحتك على السكس هرمون وما تقربليش، انا اللي بيتحكم فيا حاجات تانية. فانا عايز اوضح معلومه، الله يبارك لكم، عايز تركيز شديد. الاي سي تي اتش جاي من الانتير بيتيوتري ورايح يتحكم في السوبرا رينال كورتكس، يتحكم في كل حاجه ويزود كل حاجه ويكبر كل حاجه، بس ملوش دعوه بالالدوستيرون. الالدوستيرون له ظروف خاصه وما يتحكمش في الالدوستيرون ريليز الا في حاله واحده بس، لو كان في سيفير ستريسفول كونديشن. يعني ايه سيفير ستريس؟ يعني واحد مثلا عنده هايبو تنشن جامد قوي وضغطه هيقع قوي، فالبيتيوتري يقول لك لا انا مش هسيبك، لا 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 انا مش هسيبك لكده. البيتيوتري تبدا تشتغل، تروح مطلعه اي سي تي اتش، هذا الاي سي تي اتش ينزل بقى يشغل الثلاثه، طلعي لي الدوستيرون يحوش لي ميه وملح، لما يحوش ميه وملح يبدا الضغط يتظبط، طلع كورتيزول بيعمل نفس العمله فيبدا الضغط بتاعنا يتظبط. فهمتوا دي ولا لا؟ لكن في الظروف العاديه انت ما عندكش اي انت الحمد لله انت زي الفل، عندك هايبوتنشن ولا هايبوجلايسيميا ولا اي حاجه وانت تمام التمام. اذا الاي سي تي اتش ليس له كنترول على الزونا جلوميريولوزا الا في وضع واحد بس، اذا كان عندي ستريسفول كونديشن. تقول لي ماشي خلاص احنا موافقين، امال ايه يا دكتور اللي بيتحكم في الزونا جلوميريولوزا؟ والله بص بيتحكم فيها حاجتين، حاجه عارفينها وحاجه مش عارفينها. ها الحاجه اللي انتوا عارفينها كلمه اسمها راس. ايه الراس ده؟ ايه الراس ده؟ رينين انجيوتنسن سيستم. تعال نفتكر الذي مضى، دي كليه اهي وده الدم اللي رايح لها. ايه رايك لو قل رينال بلاد فلو؟ لو الدم اللي رايح للكليه بدا يقل، هيبدا من حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار اباريتس يطلع حاجه اسمها رينن. هذا الرينن يحول انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 وبفعل الكونفرتنج انزيم يتحول الى انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل ريليز للالدوستيرون اللي بيعمل العمله بتاعته اللي احنا عارفينها، حوش ميه وملح، يعمل اكسكريشن للصوديوم والهيدروجين ايون. وقعتوا مني. حد عنده يا اولاد رينال اسكيميا؟ يعني ايه رينال اسكيميا؟ يعني الدم اللي رايح للكليه قليل، رايح للكليه قليل ليه؟ واحد عنده هايبوتنشن، واحد يا اولاد عمال يرجع جامد قوي، واحد عنده اسهال شديد، واحد عنده هايبوفولي، واحد عنده هارت فيلير، اي حاجه بقى. يعني الدم اللي رايح للكليه اساسا رينال بلاد فلو قليل. لما بيحصل كده بيحصل رينال اسكيميا. في حاجة اسمها جاكستا جلوميرولار، جاكستا يعني جنب، جلوميرولار جلوميرولار اباريتس يعني سيستم خلايا بتطلع رينن. احفظوا رينن ده مهم قوي، احفظوا هذا رينن مهم قوي، هذا رينن هام. يروح الرينن محول انجيوتنسينوجين اللي طالع منين؟ لا طالع من الليفر مش من اللنج، طالع منين؟ طالع من الليفر، يروح محوله الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 بفعل الكونفرتنج انزيم يتحول الى انجيوتنسين 2. طالع منين الكونفرتنج انزيم؟ ده اللي طالع من اللنج، كونفرتنج انزيم من اللنج يحوله الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 هيعمل فازو كونستريكشن،
مش انا كان عندي هاي بوتنشن هيظبط فازو كونستريكشن وهيعمل ريليز للالدوستيرون. يروح الالدوستيرون محوش ميه وملح، لما الالدوستيرون يحوش ميه وملح هيبدا يظبط الضغط اللي كان واقع. ها وده اسمه راس. راس اختصار لايه؟ رينن انجيوتنسن سيستم. رينن انجيوتنسن سيستم دوت العامل الاساسي اللي بيشتغل بيه هذا الالدوستيرون. يعني اهم ستيمولس يا ولاد هيشغل الالدوستيرون ويعمل ريليز ليه؟ ها ان انا اشغل هذا الراس نتيجه رينال اسكيميا او اي حاجه. يا رب يكون الكلام واضح. في ميكانيزم تاني او في ريجوليشن تالت. ايه الريجوليشن التالت؟ لو الصوديوم قل او البوتاسيوم زاد، مش الالدوستيرون بيحوش صوديوم وينزل بوتاسيوم؟ لو احنا عكسناها، لو حد عنده هايبركاليميا او حد عنده هايبوناتريميا او عنده الاثنين مع بعض، ده على فكره ستيمولس قوي كمان عشان يطلع هذا الالدوستيرون. خلاصه الرغي، الالدوستيرون كهرمون بيطلع منين؟ زونا جلوميريولوزا اوف سوبرا رينال كورتكس. ريجوليشن بتاعته ازاي؟ ثلاث حاجات، عن طريق الاي سي تي اتش بس بين قوسين في ستريسفول كونديشن، عن طريق رينن انجيوتنسن سيستم، وعن طريق هايبركاليميا وهايبوناتريميا الاثنين مع بعض او كل واحد لوحده. يبقى ده الاستيمولاتوري افكت او ده اسمه ريجوليشن اوف مين؟ ريجوليشن اوف الدوستيرون. عرفنا ديفينيشن، عرفنا ديفينيشن. ايتيولوجي، ايتيولوجي اوف كونز ديزيز. الايتيولوجي بتاعنا الزونا جلوميرولوزا فيها هايبربليزيا او فيها هايبرتروفي او بارا مالجنان سندروم، يعني عندي تيومر عمال يطلع الدوستيرون. ما مش ده هايبر فانكشن؟ قلنا ثلاث احتمالات، هايبربليزيا، هايبرتروفي، او بارا مالجنان سندروم. خلصت. كلينيكال بيكتشر، والله العظيم الكلينيكال بيكتشر اطلعها من الاكشن. كلينيكال بيكتشر من الاكشن، تقول لي ازاي؟ مش انا محوش ميه وملح؟ يبقى انا عندي هايبرتنشن، يبقى الكلمه الاولى هايبرتنشن. طيب مش انا بعمل اكسكريشن للبوتاسيوم فيحصل معايا هايبو كاليميا، ده نمره اتنين. مش انا عمال افقد هيدروجين ايون؟ انا لما بحوش يبقى انا عندي اسيدوز، لما افقد يبقى اسمها الكالوزس. واحنا يا اولاد كدكاتره بطنه الكالوزس عندنا تساوي كلمه اسمها تيتاني، هشرحها لكم كمان شويه. يبقى انا عندي الكلينيكال بيكشر ثلاث كلمات. عشان كده بعض الكتب تكتب ايه لما يحب يقول لك ديفينيشن اوف كونز ديزيز. ايه الديفينيشن اوف كونز ديزيز؟ يقول لك ايه؟ يقول لك سندروم كاركترايزد باي برايمري ريليز اوف الدوستيرون، او يقول لك ايه اوتونوماس ريليز، يعني هو بيطلع لوحده كده، اوف الدوستيرون اند كاركترايزد باي هايبرتنشن هايبوكاليميا اند الكالوزيس. يعني قال لك الكلينيكال بيكشر تبع الديفينيشن كمان. طيب تعال نغني كده شويه. انا عندي هايبرتنشن ليه؟ تقول لي سهله، مش انت محوش ميه وملح فيبقى عندك هايبرتنشن؟ بس لقوا حاجه يا اولاد حلوه قوي، ان الهايبرتنشن اللي بيحصل مع الكونز ده يبقى مايلد هايبرتنشن، حتى ما بيحصلش الاديمه الواو، يعني ما يحصلش اديمه، لو حصلت تبقى بسيطه جدا، والهايبرتنشن يبقى اي كلام، مش الهايبرتنشن الفظيع. تقول لي ليه يا دكتور؟ اقول لك لكذا سبب. اهم سبب ان بيحصل حاجه اسمها رينال اسكيب فينومينا. تقول لي مش فاهمين. بص يا اولاد، مش انا عندي زياده في الالدوستيرون وده محوش ميه وملح؟ هتقولوا محوش ميه وملح. فلما يحوش ميه وملح اخبار الرينال بلاد فلو هنا ايه؟ هيبقى زياده. مش انا الجسم مليان فيه هايبر فوليميا؟ مش انا محوش ميه وملح؟ فاخبار رينال بلاد فلو هيبقى ايه؟ هيبقى زياده. فلما يزيد رينال بلاد فلو هنا، لما يزيد هيزود اليورين اوتبوت، فهيبدا ينزل يورين كتير، فلما يحصل له دايوريسيس كتير الاديمه والهايبرتنشن يبقوا كلام فاضي على بسيط. رينال اسكيب فينومينا عشان انا معايا هايبر فوليميا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بوتاسيوم دايوريسيس، مش هو بيحوش صوديوم وميه بس بيفقد بوتاسيوم في اليورين؟ طب معلش يعني انا اسف، هو البوتاسيوم هينزل فتافيت البوتاسيوم ولا ياخد مع ميه؟ هياخد مع ميه، ولما ياخد مع ميه يبقى اسمها ايه؟ بوتاسيوم دايوريسيس، بوتاسيوم دايوريسيس. هذا البوتاسيوم دايوريسيس ها بينزل عن طريق الايه؟ ها بينزل في اليورين، فبالتالي يبقى انا عندي مفيش اديمه ولا هايبرتنشن واو ولا جامد قوي. في حاجه ثالثه بس ده المستوى العالي قوي بصراحه، اللي عايز يعرف يعرفها، اللي مش عايز مش مشكله. بص يا ولاد، الهايبوكاليميا انكريس، سوري، هايبوكاليميا decrease sensitivity of renal tubules to ADH. نترجم، انا عندي هايبوكاليميا صح؟
الهايبوكاليميا بتخلي رينال تيبيولز بتاعت الكليه ما تستجبش للانتي دايوريتك هرمون، انتي دايوريتك ضد الدايوريسز، انتي دايوريتك، فبالتالي يحصل معايا دايوريسز. فلما يحصل معايا دايوريسز يبقى الهايبرتنشن يا اولاد مش لو حد ضغطه عالي بتدي دايوريتك، ما انا عندي دايوريسز اهو فالضغط ما يعلاش قوي. ركزوا بقى معايا، ها اللي عنده كونز ديزيز عنده هايبرتنشن، اه بس الهايبرتنشن بتاعه بسيط، ليه الهايبرتنشن بتاعه بسيط؟ ليه الهايبرتنشن بتاعه اي كلام؟ ليه الهايبرتنشن حاجه بسيطه كده؟ الهايبرتنشن حاجه بسيطه لعده اسباب، اهمهم ان رينال بلاد فلو زياده، ها فبالتالي بيحصل يورين اوتبوت كويس فبيفقد يورين كتير فبيدالي الدنيا بتتظبط. نمره 2 عنده بوتاسيوم دايوريسز، يعني ايه بوتاسيوم دايوريسز؟ يعني البوتاسيوم هينزل فبياخد معاه شويه ميه فالهايبرتنشن ما يبقاش جامد قوي. نمره 3 الهايبوكاليميا ذات نفسها بتعمل حاجه اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، يعني ايه؟ يعني تقلل الريسبونس اوف رينال تيوبولز لحاجه اسمها انتي دايوريتك هرمون، ولما يحصل كده اسمه انتي دايوريتك، انتي دايوريتك ضد الدايوريسز. لما يكون مش عارف يشتغل عشان الهايبوكاليميا فيحصل معايا دايوريسز، كل دوت يؤدي الى مايلد هايبرتنشن. طيب الكلمه الثانيه هايبوكاليميا، بصوا هو اللي هيقول لي هايبوكاليميا تعمل اريزميا وخلاص، تعمل برادي كاردي اب تو اريزميا، انا موافق، بس هي بصراحه بتتقال بطريقه اعمق شويه. يعني ايه هي انا هقولها للي عايز العلم، ده علم مش امتحان، هو الامتحان هايبوكاليميا يعني اريزميا، انا هتكلم حته للعلم. الهايبوكاليميا على مستوى المخ تعمل لاك اوف كونسنتريشن اب تو كوما، على مستوى العضلات تعمل ماسل ويكنس اب تو باراليسز، ده في ناس بيجي عندهم شلل مش قادر يحرك وهايبوتوني عشان عنده هايبوكاليميا، يحصل لهم في الجي اي تي كونستيبيشن اب تو باراليتيك ايليس، في القلب برادي كارديا اب تو هارت بلوك، ويعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، يعني يخلي الاي دي اتش ما يعرفش يشتغل. وفي حاجه سته، يعمل هايبر جلايسيميا او امبيرد جلوكوز تولرانس تيست. بس خلينا في اللي احنا قلناهم الاول، لاك اوف كونسنتريشن اب تو كوما، ماسل ويكنس اب تو باراليسيس، كونستيبيشن اب تو باراليتيك ايليس، برادي كاردي اب تو هارت بلوك، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، يعني ما تخليش الكليه او رينال تيبيور تستجيب كويس للاي دي اتش، ويعمل شويه دايابيتس او هايبر جلايسيميا. ازاي؟ ميكانيزم سهل جدا يا اولاد، دي خليه اهي، دي اي خليه في الجسم، واقف بره هنا جلوكوز واقف بره هنا بوتاسيوم، مين اللي بيدخل الجلوكوز والبوتاسيوم جوه الخلايا؟ الشاطر بيقول مين اللي هيدخل الجلوكوز والبوتاسيوم جوه الخلايا؟ صح، مفيش غيره اللي هيدخلهم، هو مين؟ هو الانسولين. طيب لما يكون عندي هايبر جلايسيميا هعمل استيميليشن للانسولين، لما يكون عندي هايبر كاليميا هعمل استيميليشن للانسولين. طيب لما يكون عندي هايبوكاليميا يبقى الجلوكوز بس اللي يعمل استيميليشن للانسولين، يبقى كميه الانسولين اللي طالعه مش كميه كبيره. دكاتره في الظروف العاديه مين اللي استيميوليت الانسولين ريليس؟ حاجتين، الجلوكوز اللي بره والبوتاسيوم اللي بره، فبالتالي بيطلع انسولين بكميه حلوه. انا دلوقتي بشتغل بالجلوكوز بس لان البوتاسيوم بقى كميته قليله، طالما البوتاسيوم كميته قليله في هذه الحاله الاستيميوليشن مش قوي اكتر حاجه، وفي هذه الحاله يبدا يحصل معانا شويه يعني الانسولين مش كتير قوي فيحصل معايا شويه هايبر جلايسيميا، معلومه مش ذات قيمه قوي بس دي اسمها كلينيكال بيكتشر اوف هايبوكاليميا، ما تتوهش مني. يبقى هايبرتنشن مايلد، هايبوكاليميا باعراضها اهمهم على القلب، الكالوزس يعمل تيتاني. يعني ايه الكلمه دي؟ بص يا اولاد، المفروض الكالسيوم اللي موجود في جسمنا بيكون عليه شحنتين كده موجب، دوت الفانكشننج كالسيوم، ده الايونايزد كالسيوم. بصراحه يعني كده من الاخر انا ما يهمنيش قوي كميه الكالسيوم ككوانتيتي في جسمك ايه، على قد ما يهمني الكواليتي. يعني ايه الكواليتي؟ يعني هذا الكالسيوم شايل شحنه موجبه ولا لا، عليه شحنه موجبه ولا لا، فاهمني ولا لا؟ يعني عايز اقول لكم حاجه، واحد عنده كالسيوم كتير جدا في الجسم بس عنده الكالوزس، الكالوز يعني الهيدروجين ايون ماله؟ ها مش موجود او قليل، فبالتالي ما فيش الشحنات دي، فانا عندي كالسيوم بس مش عليه الشحنات فمش هيعرف يشتغل. يبقى انا اهم من الكالسيوم كلمه اسمها ايونايزد كالسيوم. انا حتى لما احب اطلب تحليل لحد عندي في العياده ما اطلبش السيرم كالسيوم ده الا في النوادر، لكن اطلب حاجه اسمها ايه؟ ايونايزد كالسيوم، ايونايزد كالسيوم. يبقى الايونايزد كالسيوم هو اللي عليه العين. طيب تقول لي عايز ايه؟ لما حد يبقى عنده الكالوزس ما عندوش هيدروجين ايون، ولما يكون ما عندوش هيدروجين ايون فيبقى عنده
هي كلمه اسمها الكالوزس. ولما يكون عنده الكالوزس يبدا يحصل له تيتان. يعني ايه تيتان؟ يبقى يجي لك عنده كاربال سبازم، بيدال سبازم، تلاقي بليفر سبازم وشه كده مش عارف ايه، يبقى عنده لارينجيال سبازم، وساعات يبقى عنده في الباك سبازم، تلاقي سبازم في جسمه كله. هناخدها ان شاء الله مع التيتاني، بس تبقى عارف دي ان الكالوزس يؤدي الى تيتاني. هل الكالسيوم قليل؟ لا، لكن الايونيزيشن بتاع الكالسيوم هو اللي اصبح قليل. يبقى الكلينيكال بيكتشر اوف كونز ديزيز ثلاثه: هايبرتنشن، هايبوكاليميا، تيتاني ديو تو بريزنس اوف الكالوزس. يبقى كده دي النقطه الثالثه. النقطه الاولى ديفينيشن، النقطه الثانيه ايتيولوجي، النقطه الثالثه كلينيكال بيكتشر، النقطه الرابعه انفستيجيشنز. عايزين نعمل انفستيجيشنز لواحد عنده كونز ديزيز. لما نيجي نقول كلمه انفستيجيشنز، احنا اتفقنا هنقول قاعده، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هرمونال ليفل، واعمله بطريقتين: ستاتيك، الشاطر بيتكلم اهو، ودايناميك. هرمونال ليفل، عايز اعمل هرمونال اند برودكت، مش مهمه قوي. عايز اعمل هرمونال افكت، هرمونال افكت، وعايز اعمل ايمج. يلا حاجه حاجه. هرمونال ليفل، اسمه الهرمون ايه؟ الدوستيرون. نعمل السيرم الدوستيرون نلاقيه عالي، بس في حاجه، في حاجه ان هذا الالدوستيرون مش ثابت على مدار 24 ساعه. خلاص نعمل حاجه ثانيه. بصوا، هدي حاجه تعمل له انهبيشن، ها حاجه تعمل له سبريشن. لو هو فعلا سبريز يبقى ده حد نورمال، لو ما حصلوش سبريشن هيبقى دوت فعلا حد عنده هايبر فانكشن. وركز كده سيمبلي في الكلام البسيط ده. جالي عيان عنده هايبر تنشن وهايبوكاليميا وشويه تيتاني الكالوزس يعني، فانا الشك هيموت ان الحاله فيها كوشن، الحاله فيها كونز. اروح انا اعمل ايه بقى كدكتور بقى؟ اروح اعمل ايه؟ اروح ماسك العيان ده احسب له السيرم الدوستيرون ليفل، الاقيه عالي، اروح مديله صلاين، اديله محلول ملح، اروح مديله صوديوم، محلول ملح، ميه وملح. المفروض لما انا اديله ميه وملح يعمل ايه في الالدوستيرون اللي في جسمه؟ سبريشن. مش هقول الدوستيرون وظيفته ان هو يحوش ميه وملح؟ طب ما انا اديته ميه وملح كتير اهو، انا عمال اديله ميه وملح، المفروض يحصل له ايه؟ سبريشن. بعد ما اديته صلاين انفيوجن اروح حاسب النسبه بتاعته تاني، الاقي النسبه بتاعته سبريزد، يبقى نورمال. النسبه بتاعته ستيل عاليه، يبقى الغده مجنونه وعماله تطلع، عمال على بطال، وده اسمه سبريشن تيست، والكلام واضح. يبقى هرمون الليفل بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا احسبه وخلاص، تقول لي السيرم الدوستيرون عالي. الطريقه الثانيه انا شاكك ان هو عالي، هدي حاجه تعمل له سبريشن، هحسبه وادي حاجه تعمل له سبريشن. اف سبريزد نورمال، ما حصلوش سبريشن يبقى ستيل عالي. ناخد بالنا من الكلمه دي. هرمونال اند برودكت، بجمع اليورين واشوف نسبه الالدوستيرون اند برودكت، ها حاجه اسمها تترا هيدرو الدوستيرون ان يورين، تبقى نسبتها عاليه، معناه ان انا عمال يطلع عندي كميات كبيره من هذا الالدوستيرون. الكلمه الثالثه هرمونال افكت. هرمونال افكت ازاي؟ سهله وقدامكم على السبوره اصلا. هتقول لي اعمل ايه؟ هعمل السيرم صوديوم. ردوا عليا، السيرم صوديوم اخباره ايه؟ عالي. السيرم بوتاسيوم قليل. طيب هعمل له بي اتش الكالوزس. انتوا عارفين البي اتش الطبيعيه كام؟ من 7.35 ل 7.45. اكتر من كده الكالوز، اقل من كده اسيدوزس. فانا هلاقيه في اتجاه الالكالوز اكتر من 7.45، ده البي اتش. طيب ممكن تركزوا، الله يبارك لكم، هرمونال افكت، سيرم صوديوم عالي، يورينري صوديوم قليل، سيرم بوتاسيوم قليل، يورينري بوتاسيوم عالي. والله سهله. مش دلوقتي هو عمال يحوش لي صوديوم، فاخبار الصوديوم اكسكريشن في اليورين ايه؟ قليل. مش هو عمال يعمل لي اكسكريشن للبوتاسيوم، فمستوى البوتاسيوم في الدم قليل، لكن مستواه في اليورين بيبقى عالي. خد بالك ده اسمه هرمونال افكت. من ضمن الحاجات اللي بيعملوها كهرمونال افكت، ودي بصراحه حلوه قوي، اللي هو الرينين ليفل. رينين ليفل، ايه حوار الرينين ليفل ده؟ افهموا الحته دي كويسه. هو انا لما الجاكستا دي كده دي تبدا تشتغل بتطلع هذا الرينين، فاكرينها؟ عشان يبدا يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، عشان يفضل ماشي لغايه لما يطلع الدوستيرون. يعني انا محتاج هذا الباس واي. انا عايز اقول لكم حاجه، واحد عنده برايمري هايبر الدوستيرونيزم،
يعني الغده اللي بتطلع الالدوستيرون دي مجنونه، هي عماله تطلع الدوستيرون كتير الدوستيرون كتير الدوستيرون كتير 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 كتير، هي عماله هي لوحدها عماله تطلع الدوستيرون، عماله تطلع بهبل الدوستيرون. هل انا محتاج رينين؟ مش محتاج رينين، ما هو الالدوستيرون عمال ايه، هو عمال يعلى، الالدوستيرون بيعلى، ها هو طالع لوحده، انا مش محتاج ان انا اشغل السيستم ده كله. السوبرارينا المجنونه وعماله تطلع الزونا جلوميرز، عماله تطلع الدوستيرون بالهبل من غير ما يجي لها اي ستيمولس، فنقول للرينين شكرا. يبقى انا عايز اقول قولا واحدا، لما حد يبقى عنده برايمري هايبر الدوستيرونيزم اللي هو الكونز ديزيز بتاعنا ده، ها الالدوستيرون زياده، الرينين قليل، ده زيرو، ده واقع واقع، فاهمين دي ولا لا؟ ودي اهم كلمه، اللي عنده برايمري هايبر الدوستيرونيزم انا اصلا مش محتاج هذا الرينين، غير اللي عنده سكندري. اللي عنده سكندري يعني ايه؟ يعني عنده رينال اسكيميا، فبالتالي الجاكسا اشتغلت فطلعت رينين بكميات كبيره وشغل هذا الباسوي فالالدوستيرون زاد، بس الرينين برضو زياده. يعني لما اجي كده في سؤال اورال واقول لك ايه، تفرق يا ابني ازاي البرايمري هايبر الدوستيرونيزم من السكندري هايبر الدوستيرونيزم في كلمه واحده؟ بكلمه تقول لي اعمل رينين ليفل. لو كان الرينين بتاعي واطي قليل يبقى ده برايمري، لو كان عالي يبقى سكندري. اللي مش فاهم يركز، سكندري يعني ايه؟ يعني عندي رينال اسكيميا، حد عنده هارت فيلير، ليفر سيل فيلير، نفروتك، حاجه بتخلي رينال بلاد فلو يبقى قليل. لو حاجه خلت الرينال بلاد فلو يبقى قليل هيبقى الرينين زياده فيشغل الباسوي ده ويطلع الدوستيرون. يبقى انا معايا سكندري، سكندري لسبب هايبر الدوستيرونيزم، اخبار الرينين ايه؟ عالي. امال برايمري يعني ايه؟ لا لا انا مش دعوه بالدوشه دي كلها، ده هو الالدوستيرون ده اتجنن وعمال يطلع بكميات كبيره 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 كبيره. لما يطلع بكميات كبيره ومهوله بالشكل ده يبقى انا معايا ها برايمري، يبقى اذا الرينين ليفل بتاعنا هيبقى ها قليل. وعملوا لها كده زي ايه؟ زي معادله. عملوا معادله اسمها ايه بقى؟ بلازما الدوستيرون رينين اكتيفيتي ريشيو. بلازما يعني في الدم، الدوستيرون رينين، الدوستيرون الى رينين اكتيفيتي ريشيو، وموجود في كل موجود في الكتب، وده حطوه كده كبارامتر لوحده. مش انا عندي الدوستيرون وعندي رينين؟ اه ده ليه وحده قياس وده ليه وحده قياس، بس حاجه اسمها الدوستيرون ها تو رينين. فجي يقول لك ايه؟ انت شكيت ان المريض بتاعك ده عنده كونز، عنده برايمري. فتعمل له كده، تطلب من المعمل تقول له اعمل لي ايه؟ اعمل لي الدوستيرون رينين اكتيفيتي ريشيو. فالمعمل يجيب لك الريشيو. قال لك ايه بقى؟ لو كان الريشيو بتاعك اقل من 800، يعني النسبه بتاعتهم مش عاليه قوي، يعني مفيش فرق جامد قوي، خلاص اكسكلود ان هو عنده، اكسكلود ان هو عنده هذا المرض. طيب لو كان من مثلا من 1000 ل 2000 تقول لي احتمال، احتمال اه او لا. طيب لو كان الريشيو بتاعنا اكتر من 2000، الريشيو يعني ايه؟ يعني الالدوستيرون اعلى من الرينين كتير قوي بنسبه اكتر من 2000. يعني بصوا يا اولاد، الالدوستيرون ده عمال يزيد عمال يزيد عمال يزيد والرينين ما بيزيدش، يعني الرينين زير قليل جدا، النسبه بتاعته اكتر من 2000، يبقى هذا المريض اكيد انت كونفيرم الدايجنوزس، هو اكيد عنده هذا الكونز ديزيز. يبقى انا بعمل حاجه اسمها الدوستيرون رينين اكتيفيتي ريشيو، لو كانت اقل من 800 اكسكلود، لو كانت من 1000 ل 2000 اعمل بقى السلاين انفيوجن واعمل ايمج ودور احتمال. لو كان اكتر من 2000 ما تفكرش، خلاص الموضوع منتهي، يبقى انت الالدوستيرون بيطلع بغباوه لكن الرينين بتاعنا مش بيطلع، فالنسبه بقت عاليه اكتر من 2000 دوت، خلاص الحاله بتاعتك ها برايمري اللي هو ها دايجنوزس، وخلصت الليله على كده وانتهينا. يبقى انا عندي هرمونال ليفل سواء كان ستاتيك او دايناميك، هرمونال اند برودكتس ها بشوف في اليورين، هرمونال افكت صوديوم وبوتاسيوم والكلام ده في اليورين وفي السيرم، وكمان اشوف السيرم رينين، وتشوف الالدوستيرون رينين اكتيفيتي ريشيو، ده كلام مهم. يلا الحته اللي جايه سهله، عايز اعمل ايمج، هي السوبرا رينال فين؟ فوق الكليه. طب والكليه فين؟ في البطن. اعمل ابدومينال الترا ساوند، اعمل سي تي ابدومين، اعمل ام ار اي ابدومين، اعمل اي انفستيجيشن على مستوى الابدومين ونبدا ابص عليها وشوف المشكله فين بالظبط. يا رب يكون الكلام واضح لغايه دلوقتي. ها يبقى ده كده بالنسبه لحاجه اسمها انفستيجيشنز في حاله كونز ديزيز، يا رب يكون الكلام واضح. طبعا بعد كده بقى التريت، انا بتكلم على البرايمري لسه ما اتكلمتش على السكندري، السكندري جاي هناخده لسه لوحده عنوان كده. لما اتكلم على البرايمري ايه العلاج بتاعه؟ ها سيمتوماتيك، مش هو عنده زياده في الصوديوم وعنده نقص في البوتاسيوم؟ اه خلاص، قلل له الصوديوم في الاكل وزود له البوتاسيوم. قلل الصوديوم ازاي؟ بلاش حاجات فيها ملح كتير، ها بلاش الملح الكتير، زود له البوتاسيوم، اكله موز. نعرف واحد صاحبي اسمه عاطف هو اللي بيسجل المحاضرات دي بيحب الموز جدا،
مش كده عاطفة ليه؟ كل شوية ياكل موز، كل ما ادخل ليه بياكل موز. فالفكرة يا ولاد، ياكل موز، ياكل بطاطا، ياكل مشمش، الحاجات اللي فيها بوتاسيوم بكميات كبيرة، ونمنع طبعا الملح في الأكل. هو أصلا مش هو عنده زيادة في الصوديوم وعنده نقص في البوتاسيوم، فأنت لازم تعكس الموضوع كسيمتوماتيك تريتمنت. تدي هرمون الأنتاجونست، والله هقول حاجة كلكم عارفينها. مين فاكر دايوريتيك اسمه سبيرينولاكتون؟ كان اسمه التاني إيه؟ أنتي ألدوستيرون، ضد الالدوستيرون. مش انا عندي زياده في هذا الالدوستيرون ده؟ حتى لما كنا بنقول السايد افكت بتاعته كان بيعمل هايبركاليميا وهايبوناترينيا. يعني اذا هو بيعكس الاكشن بتاع مين؟ هذا بتاع الالدوستيرون. طبعا لو في تيومر، لو في حاجه، ادخل اهبشها وشيلها وريح نفسك. يبقى الحل السحري طبعا في النهايه انك تدخل تشيلها، تمام؟ ودوت العلاج اللي هو اللوجيك لحاله اسمها برايمري هايبر الدوستيرونيزم، وده الدرس الاول. هندخل في الفقرة الثانية أو في الجزء الثاني بقى إن شاء الله في المحاضرة الثانية، نفرق ما بين حاجة اسمها برايمري هايبر ألدوستيرونيزم وسكندري هايبر ألدوستيرونيزم. نشوفكم على ألف خير، السلام عليكم.